السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات في قناة شيوات أمل العبدية. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم هاد لي بانيه كيف ما كتشوفوا اقتصاديين ساهلين. غنحتاجوا إن شاء الله المقادير: نص كيلو ديال الدقيق فورز، ملعقة خميرة كبيرة ديال الخبز، ملعقة ملح صغيرة، والماء للعجن. هادو هما المقادير اللي غادي يحتاجوا في هاد لي بانيه ساهلين. داكشي قلت لكم بأنهم اقتصاديين وكيخرجوا لينا كمية يعني كبيرة من لي بانيه. غادي نبداو ان شاء الله الطريقه كما كتشوفوا اللي ساهله. كيف ما كنعجنوا الخبز عادي، غير هو غادي نزيدوا عليه شويه ان العجينه تكون شويه مرخوفه على الخبز اللي كنديروا يعني نورمالمون اللي كنديروا يوميا. غادي نبداو ان شاء الله نذوبوا الخميره في شويه ديال الماء دافئ مع الملحه ونخلطوا. هنا بالنسبه للناس اللي يقدروا تزيدوا معلقه ديال السكر، انا صراحه ما كنديرهاش يعني، وهي نورمالمون تقدر دير معلقه ديال السكر في لي بانيه باش كيجيو محمرين اكثر وكيجيو احسن. انا هنا ما درتهاش. غادي كيف ما تشوفوا معايا غادي نخلي العجين شويه متماسك وندلكها، نبقى ندلكها شويه مزيان باش كتعطيني القوام الصحيح ديال لي بانيه. ايوا خمسة مرة في هذه الطريقة حتى ندلك لي بانيه ديالي مزيانين. بالنسبة للبنات اللي أول مرة يشوفوا القناة ديالي فمرحبا بكم، ومرحبا بالبنات اللي عندي في القناة ديالي. فكنتمنى إن شاء الله تكون القناة متنوعة وتعجبكم بإذن الله. فما تنسوش الضغط على الزر أبوني المربع الأحمر اللي تحت الفيديو، وضغطوا على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ان شاء الله. المهم انا غادي نبقى ندلكها شويه، كل مره نزيد رشات، فقط رشات ما نزيدش بزاف ديال الماء، يعني دفعه واحده نزيد رشات من الماء وندلك مزيان باش ترخف ليا وميم طو انا راه كندلك فيها. بالنسبه للبنات اللي بغاو كميه اكثر من لي بانيي ولا اكثر من هكا يقدروا يضاعفوا المقادير. عوض ما ديري نص كيلو ديال الدقيق تقدري ديري كيلو ديال الدقيق فورص، وديري معايا القونص كبيره ديال الخميره، وبورطون الخميره كتبقى على حساب الجو. الا كان الجو سخون فكنقلوا الخميره، ومع السخونيه ديال الجو فكيخمر لنا لي بانيي ما كنلقاو حتى المشكل. الا كان عندنا الجو بارد في اللي كنحتاجوا كميه يعني مضاعفه ديال الخميره باش يلاه يخمر لينا. فالمرحله الاولى كما كتشوفوا معايا غادي نعجنو ونخليه يرتاح شويه، نغطيه نديرو في شي كاسرونه ولا في شي جبانه كبيره ونغطيه بابي كويسون، ونغطيه حتى بابي سيلفريزي، نغطيه مزيان حتى يخمر ليا الخمره الاولى، اللي من بعد غادي نجيبو ونسرحو ان شاء الله ونقطعو بالمرشم قدامكم. هانتوما كيف كتشوف العجينة ولات مطاطية. كما كتشوفوا انا غادي نخليها ترتاح شويه، انا خديت درتها في كاسرونه وخليتها ارتاحت حتى تضاعف ليا الحجم ديالها. وما تنساوش ديروا فوق منها الزيت، فوق من العجين ملي تحطوها في البول تكون مزيته بالزيت باش ما تربش لكم القشره. من بعد كنسرحها كنرش كنصب بودري الدقيق وكنسرحها، بما ان العجينه مدلوكه مزيان وخامره فكتساعدنا يعني بسهوله اننا نسرحوها بالمدلك ونقطعوها دوائر. سمحوا لي فالتليفون ما كانش مقدر لي لاكام ديالو مع باش يبان لكم مزيان. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا انا سرحت العجين ديالي، فغنحاول نقادو ما يكونش السمك ديالو غليظ وما يكونش السمك تاعو رقيق بزاف، فما بينو بين
غادي نجيب هذا القطاع الدائري، ولا ما عندكمش هذا القطاع الدائري تقدروا تجيبوا كاس وتقطعوا به، ولا زلافه يعني جبانه على حسب يعني حسب الحجم اللي بغيتو. تقدروا كما تقدروا ديروه مربعات، يعني على حسب نتوما شنو الشكل اللي بغيتو. انا هذا بغيتو يكون خاوي من الوسط، يكون شويه ما فيش كي كنقولوا يعني خاوي شويه ما فيش من الوسط، فانا ما غاديش نثقبو، غادي نخليه هكاك. تقدروا نتوما تطبعوا بزلافه يعني جبانه كبيره وديروا الغطايه من الوسط باش يجيكم الشكل اللي باينين العاديين. بالنسبه للعجين اللي كيبقى ليا فكنخليه حدايا يرتاح. بلا ما حطيت هذا غادي نديرو في بلاك باش نحط عليه شي هكا شي سربيطه ونحطوه يخمر ليا. من بعد ما كيخمر ليا فكنسخن الزيت وكنبدا نقلي فيه يعني عادي فوق النار، يعني يكون مهيلف. انا رشيت بالدقيق وعاد حطيت لبني ديولي باش ما يلصقوش لي في الطاوه. وهنا كنجيب الزيت كنسخنو مزيان، من بعد كنقص عليه درجه الحراره وكنخليه يطيب على خاطرو. كما كتشوف معايا لبني ديولي راهو مخمرو، فغادي تكون غادي يعني غادي يتنفخو غادي تكون فلاو باش كيبقى لي الوسط ديالهم خاوي. نقدر نعمرهم نعمرهم يعني بالشوكولا، نعمرهم بلا كريم باتيسيير، نقدر ندير فيهم الوسط المعجون، يعني انا واللي بغيت. انا هنا صراحه ما غادي ندير بهم والو، نتوما كتشوفوا العافيه ديالي راه ناقصه. فانا غادي نكمل ان شاء الله القلل ديالهم ان شاء الله، وغادي تشوفوا ان شاء الله في طبق التقديم. كنتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو الفيديو في مواقع الاجتماعيه في الفيسبوك في الانستغرام. وكنتمنى ان شاء الله دائما نكون في حسن ظنكم، والى فيديو قادم باذن الله.